انا الاسره بتاعتي كانت الحاجه المسيطره عليها، وانا اللي رباني توفيق دياب كانت الصحافه، سواء كان ايام ما كان عنده جورناله وده الجهاد، ده شيء لم اعاصر انا وجود الجهاد، انما عاصرت كل بقايا الجهاد في مكتبه الجهاد وفي مراسلات الجهاد وفي الصور اللي اتاخدت في الجهاد وكل هذا الكلام. فما حدش يقدر ياخذ عليا ان انا تاثرت فعلا بهذا الكلام، مش انا واسرتي كلها. فكان فكره ان احنا نعمل جورنال استعاده لما مضى، دي كانت فكره بتراودني باستمرار باستمرار باستمرار. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالتالي كنت انا باخالط معظم الصحفيين، كنت بعرف استاذ هيكل، بعرف علي امين، بعرف مصطفى امين، وادي صوره اظن لمصطفى امين وهو وانا بسلم عليه ولا وانا واقف جنبه وكل هذا الكلام. فتأثير البيئه اللي انا اتولدت فيها عليا هي بيئه صحفيه بالاساس. انما جت فرصه، انا بتكلم ان 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 ان, إن جت فرصه ان هناك شخص في جريده الاهرام كان عنده ترخيص بصحيفه اسمها الزمان، فجاءني بيبيع هذا الترخيص. فانا كنت متردد ان انا اخد ترخيص ولا ما اخدش الترخيص، اشتريه منه ولا ما اشتريهوش، واحقق الحلم اللي كان في بالي ولا ما احققوش. ادي الحكايه كلها باختصار، الى ان تم الاستغناء عن مجدي مهنا في الوفد. في الوفد. واعتقد ان هذا الاستغناء، انا بيني وبين نفسي حسيت ان هذا الاستغناء حصل بسبب معلومات عن مشروعات في انا سربتها اليه، او انا زي ميدور مثلا اللي انت فلما سيادتك نشرها في المصري اليوم، اللي انا قعدت نشرها في المصري اليوم قبل الزمان بالزمان وحسن مبارك كان موجود فلما كتبها وبعدين انتهى الامر برفض مجدي مهنا، انا حسيت بتأنيب الضمير. فبسرعه سرعت الى الراجل اللي بيعرض عليا ترخيص الزمان، وقلت فرصه ان انا احاول ان اصدر هذه الجريده. وجبت مجدي مهنا وقلت له انت تبقى رئيس التحرير، وخدت له مقر وكل هذا الكلام، وابتدينا نشتغل في الاعمال التاسيسيه للجورنال. وبعدين واثناء السعي لاصدار هذه الصحيفه ابتديت ابص حواليا، فابتديت اشوف مين اللي عنده الصحيفه، مين اللي يقدر يصدر صحيفه بالمفاهيم والمعايير الحديثه. فلقيت الكلام ده توفر ليا في شخص هشام قاسم، فاستعنت بهشام قاسم وقلت له تساعدنا في هذا التأسيس. هشام قاسم هو اللي اختار أول رئيس تحرير للمصري، طبعا بالتوافق معايا وأنور الهواري. وبعد لما مشي وأنور الهواري اختار الفريق اللي موجود في المصري اليوم حتى الآن. فهو اختار مجدي الجلاد، وهو كان نمره اثنين بعد انور الهواري. فلما مشي انور الهواري كان طبيعي ان مجدي الجلاد يجي، الا اذا كان في حاجات تمنع. ما كانش في حاجه تمنع ان مجدي الجلاد يجي.